أهلا بكم. تطغى الضبابية على المشهد في الغابون وسط ترقب للتطورات عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو الذي كان سيبدأ ولايته الرئاسية الثالثة. إذن قادة الانقلاب عينوا العسكري بريس أوليغي نغيما زعيما للمرحلة الانتقالية بعد وضع الرئيس علي بونغو تحت الإقامة الجبرية وإلغاء نتائج الانتخابات في وقت أغربت واشنطن عن قلقها العميق من الانقلاب وحثت الجيش على الحفاظ على الحكم المدني. فما التداعيات المحلية والإقليمية لانقلاب الغابون؟ ما هي أسبابه الحقيقية؟ هل ما جرى امتداد الانقلابات غرب إفريقيا؟ وتتابعون في عدد اليوم من نبض العالمي أيضا. مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين حركة حماس وحزب الله من جانب وبين الاحتلال الإسرائيلي في الجانب الآخر، تعتزم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مناقشة سيناريو حرب واسعة وشاملة متعددة الجبهات. في الأثناء قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جيرارد أردان قال إن تل أبيب تقترب من شن عملية عسكرية في لبنان وذلك بسبب تصعيد نشاط حزب الله. يأتي هذا في خضم تأجيل مجلس الأمن أمس لجلسة تمديد مهمة اليونيفيل. فهل يتكرر العدوان الصهيوني في 2006 على لبنان؟ لماذا أجل مجلس الأمن التمديد لمهمة اليونيفيل؟ وما خطر استمرار الوجود الصهيوني بشمال قرية الغجر؟ أثارت الانقلابات العسكرية في القارة الإفريقية المخاوف بشأن مستقبل منطقة الساحل التي أصبحت مركزا للإرهاب خلال الفترة الأخيرة بعد أن نجحت التنظيمات المتشددة والجماعات المتطرفة في توسيع نفوذها في ظل هشاشة الوضع الأمني في المنطقة. بعد النيجر يأتي انقلاب الغابون الذي يعد خامس انقلاب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في وسط وغرب إفريقيا ليشكل تهديدا جديدا للاستقرار في المنطقة في ظل التحديات التي يواجهها الأمن الإقليمي والدولي. للمزيد نرحب من نواكشوط بالأستاذ علي أحمد سالم خبير في الشؤون الأمنية. أهلا بك معنا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ومن إيطاليا نرحب بالصحفي المختص في الشأن الإفريقي سلطان ألبان. أهلا بك معنا الأستاذ سلطان. أهلا وسهلا. ومن أنجمنا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إسماعيل محمد الطاهر أكاديمي وباحث في الشأن الإفريقي. أهلا بك معنا الأستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي الأكارم. وأستسمحكم لأبدأ مع الأستاذ علي أحمد سالم من نواكشوط. هل تفاجأ العالم فعلا بعملية الانقلاب هذه واحتجاز الرئيس علي بونغو مع تعيين الجنرال في الحرس الرئاسي رئيسا للمرحلة الانتقالية؟ برأيك ما الذي حدث وما الذي أوصل الغابون إلى ما نراه الآن؟ هو بداية كان متوقعا إلى حد كبير أن يحدث هذا الانقلاب، خاصة بعد حكم عائلة بونغو الذي امتد 55 عاما. جاء الانقلاب بعد دقائق فقط من إعلان نتائج الانتخابات. طبعا من أسباب الانقلاب في الغابون هو تراكمات عديدة، منها تشبث الرئيس المطاح به بالسلطة وحكمه الذي وصف بالسيء، زيادة على تحكم أصحاب النفوذ والمصالح في شؤون البلاد ومقدراتها. كما أن الانقلاب جاء أيضا لتوقيف نجل الرئيسي خوفا من توريثه السلطة، هذا إضافة إلى رفض الانقلابيين لنتائج الانتخابات واعتبارها تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة. لكن الغريب في الأمر أن قائد الانقلاب وهو قائد الحرس برايس أوليغي نغويما هو ابن ضابط غابوني إلا وشخصية مؤثرة في الجيش، إلا أنه متهم باختلاس الأموال ويرتبط بصلات بأوساط المخدرات
في دول أمريكا الجنوبية، ويمتلك العديد من العقارات في أمريكا بقيمة تزيد على مليون دولار حسب مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الصادر في عام 2022. إذن هما أمران أحلاهما مر الآن في الغابون. دائما ما يفشل الانقلابيون في تغيير الأوضاع التي يقولون أنهم استولوا على السلطة لإصلاحها، لكن في حالة الغابون أظن أنه كان أرحم بالغابونيين الرئيس علي بونغو بدل الرئيس الحالي الذي هو مرتبط بتهم عديدة دوليا خاصة في مجال المخدرات. طيب الأستاذ علي أحمد سالم ابقى معنا. الأستاذ سلطان ألبان، كيف تتابعون مسار ما يجري فيها بالنظر ربما إلى المعطيات التي قدمها الآن الأستاذ علي أحمد سالم في ظل حتى ردود الفعل الدولية المنددة بهذا الانقلاب، وهناك من يعتبر بأن المسار الديمقراطي في القارة الإفريقية بأكمله مهدد؟ النقطة كيفية حدوث الانقلاب، حيث أنه حدث بطريقة سلسة، لم تكن هناك أي مقاومة، وكان هناك أيضا اللافت في الأمر الاختلاط المزيج بين جميع مكونات المؤسسة العسكرية في الغابون، نتحدث عن الشرطة، الأجهزة الأمنية، لقوات الجيش وغير ذلك، بالإضافة إلى القوى السياسية الممتعضة من سياسة بانغو طوال 14 سنة. هذه زاوية، والزاوية الأخرى يجب أن نقرأ سيرة الرجل السياسية إن صح التعبير. فمنذ الانتخابات الأولى في تاريخه بعد استلامه للحكم من والده، في توفي والدي في يونيو 2009، تلك الانتخابات أحدثت جدلا واسعا في الأوساط الغابونية، وصولا إلى 2010 حين كان هناك تقرير للمدعون العامون في فرنسا حول فساد، وعثر على 49 عقار تعود لملكية بانغو. 2014 كذلك شهدت الغابون اضطرابات كثيرة اجتماعية ومؤسسات المعارضة. 2016 نتذكر أيضا الانتخابات التي حصلت، وخرج المتظاهرون وأضرموا النيران في مبنى البرلمان، حين كان نظيره جون بينغ الدبلوماسي الذي شغل مناصب أممية كبيرة. الفارق في تلك الانتخابات كان 5000 صوت، بما يعني أن من المستحيل أن تكون هناك ولاية ثالثة أو يفوز في ظل هذه الصورة. عندما وصل الحالة المرضية 2018 حدثت أيضا محاولة انقلاب 2019، ولكن تم إبطالها والحكم على العسكريين الذين قاموا بتلك العملية بالسجن ب 15 سنة. 2022 عملية استعداد حسب ما تتحدث عنه الأوساط في الغابون السياسية، استعداد ابنه لتولي المنصب على غرار ما فعله هو مع جدي الابن. 2023 تعديل دستوري يقلص المدة الرئاسية من 7 سنوات إلى 5 سنوات. كل هذه صورة تؤكد أنه الأوضاع مواتية. لكن النقطة أشار إليها الضيف من المنشط نقطة مهمة جدا حول وضعية إنغامي الرئيس الحرس، وأيضا رفيق علي طوال فترة حكمه، وابن عمه أيضا ومن نفس الطبقة الاجتماعية، وهذا ما يميز الانقلاب في الغابون على أنه سقوط لجملكية أو آخر جملكية في إفريقيا، ولكنه لا يخرج عن الإطار الأسري والإطار الاجتماعي حتى ولو كان توافقا. وهذا ربما يفسر غياب النبرة التي الحادة تجاه الغرب التي شهدناها في مالي، في بوركينا فاسو، في النيجر، وأيضا غياب أيضا للحديث عن وضعية العلاقات الخارجية للغابون، وهذا ما أشار إليه. نعم، وسنتحدث عن هذه التفاصيل لاحقا الأستاذ سلطان ألبان، ابقى معي. ضيفي من أنجمنا الأستاذ إسماعيل محمد الطاهر، إذا نبقى في الحديث دائما عن ربما الحياة السياسية للرئيس، إذا رئيس الغابون الذي ربما تم الانقلاب عليهم من قبل العسكريين. ربما هذه النقاط وأخرى الأستاذ
إسماعيل محمد الطاهر والتي يتحدث عنها البعض بالجذور السياسية العميقة لهذا الرئيس والذي حكم لمدة 14 عاما ووالده كان قد سبه في الحكم بمدة 41 عاما. إذن هي ارتباطات قوية بمؤسسات الدولة، وبالتالي التساؤل الذي يطرح هنا الأستاذ إسماعيل، كيف حدث هذا الانقلاب؟ هل هناك إحساس فعلي من طرف الجابونيين بأن الانتخابات كانت مزورة فعلا؟ طبعا بالنظر إلى التاريخ السياسي في الجابون منذ سنة 67 إلى وقتنا الراهن إلى قبل الأيام الماضية، كان هناك امتداد لأسرة واحدة حكمت هذا البلد طيلة هذه السنوات من بونغو الأب إلى أن وصلنا إلى مرحلة بونغو الإبن. في هذه الفترة هناك ثلاثة أشياء لا بد أن نتحدث عنها بصورة يعني ملحة، وهي أولا أن هذا البلد الذي يسمى بالجابون حقا فيه قدر كبير جدا من الكوادر السياسية التي نشأت أو يعني ظهرت إبان فترة حكم بونغو الأب وبونغو الإبن، ولكن في ظل هذا الحكم كان هناك أيضا أشياء أخرى تتبلور، وهي أن هناك جيل جديد خاصة جيل ما بعد سنة 2000، هؤلاء لديهم تطلعات أخرى، ينظرون إلى العالم نظرة أخرى، وأيضا عقليتهم اختلفت. هذه من جهة. الجهة الأخرى أن هذا الحكم الذي استمر طيلة 55 عام كان يتهالك من الداخل، وكان هناك دائما حراك سياسي معارض في خاصة في الفترات الأخيرة، حراك سياسي معارض كان يحرض الشعب ويوضح للشعب الانتهاكات التي كانت تقوم بها هذه الأسرة التي تحكم هذا البلد. الشيء الثالث أن هناك نخبة داخل السياسيين سواء كانوا داخل الحكم أو سواء كانوا من المعارضة، أضف إلى ذلك أن هناك أيضا نخبة من الجيش كان لديهم قدر كبير جدا من التحفظ والاستنكار لبعض السلوكيات، خاصة على مستوى الإدارة وعلى مستوى تسيير أموال الدولة، وأيضا على مستوى الفساد الذي يحدث على إداريا وماليا في هذا البلد. فبالتالي تبلورت هذه الأشياء مع بعضها، وفي السنوات الأخيرة خاصة بعد أن وصل علي بنغو إلى السلطة أصبحت الناس الآن تتحدث في هذه الفترة عن أنه لا بد أن يكون هناك تغيير، خاصة أن هناك صوت ارتفع عاليا في الجابون أن هذا هو نظام توريث الحكم من الأب إلى الإبن، ونحن في دورنا ندعي فيها الديمقراطية. فبالتالي هذا لا 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 يتماشى مع العقل السياسي في هذا البلد، وبالتالي أصبحت الحركة الآن تتحرك طيلة 14 عاما ضد هذا الشخص وضد نظام حكمه وضد الحزب الذي يقوده، وأيضا ضد النخبة السياسية التي تستفيد من هذا الحكم من أجل أن تزيد ثراء ومن أجل أن تزيد سطوة ومن أجل أن تزيد نفوذا. فبالتالي الذين نراهم الآن يتعاطفون مع الانقلاب هم المجموعات التي ولدت في السنوات 35 الأخيرة، وهؤلاء هم الذين يعني حركوا الشارع. هذا من جانب. الجانب الآخر هو جانب مهم جدا، أن هذا الذي أقلب عليه بالأمس هو عبارة عن شخص مصنف باعتبار أنه لا يترك الفرصة للآخرين، يغير الدستور ويحاول الوصول إلى السلطة للمرة الثالثة، أيضا لديه مرض مزمن. فبالتالي هؤلاء العسكريين كما قال ضيفك الآن ليسوا كلهم أياضي بيضاء، ولكن أيضا لديهم سيرة قذرة كبيرة جدا، وهم أيضا جزء من هذه الاستمرارية التي استمرت 55 عاما. فبالتالي يعني هذا الانقلاب لديه دوافع كثيرة. دائما الحجة في أفريقيا أنه هناك فساد إداري ومالي، هناك تغيير للدستور لأجل ذلك انقلبنا، ولكن هناك أيضا معطيات أخرى تجعل الناس ينقلبون. فهذه النخبة التي جاءت من الجيش الآن وحكمت الجابون باسم الانقلاب حاليا هم أيضا ليسوا من الأسماء الطاهرة. فبالتالي نقول الآن لا نستطيع أن نحكم على هذا الانقلاب، ولا نستطيع أن نقول يعني ما هو السبب الأساسي وراء هذا الانقلاب. إلى الآن نحن ما يعني لم نرى لهم خطاب واضح وصريح إلا الكلام الذي نسمعه بعد كل انقلاب. فبالتالي إلى الآن الأمور في الجابون تعتبر غامضة. الانقلاب هو الشيء الوحيد الذي هو يعني أمر واقع، لكن باقي الأشياء التي تأتي بعده إلى الآن هي عبارة عن أشياء يعني يسودها الغموض، خاصة الشخصيات العسكرية. طيب، وفي ظل الكثير من علامات الاستفهام حول ربما شخصية العسكري بريسا أوليغي إنجيما، الأستاذ علي أحمد سالم، ما الخيارات اليوم أمام الجابونيين؟ إذن الرئيس بونغو معزول والرئيس العسكري الحالي ربما تثار حوله الكثير من علامات الاستفهام، يعني أي خيار اليوم أمام الجابونيين؟
هو حسب اعتقادي أنه لا خيار أمام القابونيين في الوقت الحالي إلا الاستسلام للحكم العسكري، خاصة على أن الجيش الذي استولى على السلطة قام بإغلاق الحدود وحل جميع المؤسسات الدستورية والعسكرية وسياسية. بالتالي أتوقع أن يكون هنالك فترة انتقالية قد تطول وقد تقصر حسب رغبة العسكريين في الاستمرار بالحكم. أيضا سيأتي هؤلاء العسكريون بمدني سيكونون أكثر تحكم فيه. الطغمة العسكرية التي استولت على الحكم ليست نظيفة بل هي وسخة إلى حد بعيد، خاصة أن رئيسها تم إبعاده عندما استلم بونغو الحكم في الغابون، وكان ملحقا عسكريا في السعودية في سفارة الغابون في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات، ولم يعود إلا في سنة 2018 عندما أصيب الرئيس الغابوني المعزول بجلطة دماغية حيث عين مسؤول المخابرات في الحرس الرئاسي، ثم بعد ذلك رئيس للحرس الذي عمل على تشكيل وحدة عسكرية من النخبة تمتلك تدريبا عاليا ومقدرات عسكرية هائلة، وكأنه كان يخطط لهذا الانقلاب. طبعا الإدانة الدولية لهذا الانقلاب لم تأتي بجديد. النفوذ الفرنسي متراجع إلى شكل كبير، لم يثبت حتى الآن تواصل بين العسكريين وروسيا التي دائما ما يتجه العسكريون في الصحراء إليها، خاصة بعد الانقلابات الأخيرة في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. بالتالي نحن الآن أمام إشكالية حقيقية، أن الذي تمت الإطاحة به هو رئيس مريض وفاسد قام بتغيير الدستور، والذي جاء بعده كذلك فاسد ومتهم بعلاقات مشبوهة مع أباطرة المخدرات في أمريكا الجنوبية. طيب الأستاذ أحمد سالم، إذن الأستاذ سلطان ألبان بالحديث ربما عن التدخلات الخارجية وبالتحديد الموقف الفرنسي بعد هذا الانقلاب، يعني فرنسا كانت قد أدانت هذا الانقلاب وهي طبعا تربطها علاقات قوية بالرئيس بونغو وعديد الرؤساء الأفارقة. إذا الأستاذ ألبان بناء على سلسلة من الشراكات التجارية وحقوق الامتياز والتعدين وغيرها، البعض يقول إن الجانب الفرنسي هو الخاسر الأكبر مما حدث، وبالتالي هل نتوقع ردة فعل قوية على ذلك؟ الطريقة التي تعاطى معها الإليزي للانقلاب في الغابون نجد هناك انخفاض في الصوت إذا ما قارناه بصوت فرنسا الذي صدع في كل مكان في انقلاب النيجر، وصل حتى للتلويح بجاهزية الاستعداد للتدخل العسكري في إذا ما طلب من ذلك من طرف منظمة إكواس. بينما نلاحظ التنديد التقليدي أو البروتوكول بين المزدوجتين الذي تعتمد الهيئات الدولية والدول في حال حدوث أي انقلاب أو مسار غير ديمقراطي. بالإضافة إلى ذلك اللافت في الأمر، نحن نتحدث دائما عن الغابون من ناحية التغلغل الثقافي والاقتصادي والسياسي، وخصوصا أن الرئيس المخلوع علي بونغو زوجته فرنسية، أملاكه 90% من أملاكه بفرنسا، هناك قرابة على الأقل 80 شركة فرنسية، هذه شركات هي إيرملت التي تضم 8000 موظف، بالإضافة إلى توتال. هناك منافسة فقط من ناحية الصين التي تملك 60 شركة. إلى ما نظرنا إلى طريقة التعاطي والشركة التي أعلنت في البداية تعليق خدماتها ثم لتعود بعد أقل من 12 ساعة وتعلن استئناف عملها، ثم حديث بريس الجنرال الذي يتولى إدارة المجلس العسكري حديثه عن أنه لا نية لديه ولا يحق له في الحديث عن علاقات الغابون الخارجية،
المقابلة اللافتة أيضا للأمر نقطة تحول مهمة جدا لازم أن نذكرها. كانت أول وسيلة إعلام تواصل مع جريدة الموند الفرنسية، قدم إليها تصريح في بداية الأزمة دون غيرها. كل هذه كما تقاطع مع الضيف من جامينا أنه لا يمكننا الحكم بشكل مطلق أو إعطاء صورة تحليلية حقيقية ما دامت هناك نقاط مهمة مفقودة في هذا الاتجاه، خصوصا أن فرنسا لم تتحدث باللهجة المعهودة، لم حتى تصف ما حدث بأنه انقلاب، ربما إشارة أن علي بانغو لم يكن في تلك اللحظة يملك صفة رئيس بحكم أننا في حال في صراع انتخابات وفي صراع بحث عن مصداقية الانتخابات رغم إدانتها الخفيفة والتقليدية لموضوع. هذا كله أيضا يضع استفهامات كثيرة ويلوح بالكثير من الاستفهامات، وربما أن هناك مظلة خفية كما تقول بعض القراءات أنه معروف أن فرنسا سابقا عندما نتحدث عن الحالة في النيجر مامادو تانغا أنه حينما أراد تعديل بعض الصفقات الخاصة بين النيجر وفرنسا، فرنسا كانت من قاد الإطاحة به، وبالتالي لا يمكننا أيضا مقارنة، لا يمكننا إلا أن نعتبر أنه إمكانية أن تكون هناك مظلة فرنسية على غرار عملية الاستقراء التاريخية دون أن نذهب إلى حكم مسبق في ظل النقص الكبير للمعلومات وتراخي والاكتفاء بالإدانة. ونحن اليوم لازلنا أيضا نتضرع، عادة فرنسا تتقاطع مع الهيئات الإفريقية والإقليمية الإكواس ومنظمة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي، واليوم يجتمع إلى أن تخرج هذه البيانات ونرى الحكم المسبق، حالتها يمكن أن نعطي صورة متكاملة. طيب، وعلى ضوء هذه الحلقات المفقودة من هذه السلسلة في الجابون، الأستاذ إسماعيل محمد الطاهر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كان قد تحدث وقال بأن الانقلاب في الجابون سيؤثر على الاستقرار في المنطقة وأن ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات برأيك؟ أستاذة الفاضلة، هؤلاء المتحدث باسم الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي يلعب على ازدواجية المعايير، قال هذا الكلام وفي نفس الوقت كان يبرر هذا الانقلاب، وهو الذي صرح وقال أن هذا الانقلاب هو نتيجة طبيعية لمسألة تزوير الانتخابات والتجاوز الذي حصل في الانتخابات. فبالتالي الآن الهدوء الذي نراه من أوروبا ونراه من فرنسا بالذات تجاه هذا الانقلاب، وإذا قارنوه بالانقلابات التي حصلت في المنطقة في مالي وبوركينا فاسو وفي غينيا كوناكري وفي النيجر، نجد أن هناك يعني نوع من الغموض. فبالتالي الغابون سوف لن يكون هناك زخم كبير ينتقد انقلابها على المستوى الأوروبي، وهذا ما يجعل الكثير من المتابعين الآن يشككون في شكلية هذا الانقلاب. لكن إذا نظرنا في مسألة وجود الانقلاب في المنطقة في ظل الانقلابات، طبعا نحن الآن في موجة من الانقلابات منذ 3 سنوات حصلت فيها قرابة 6 أو 7 انقلابات في المنطقة، وبالتالي هي يعني ظاهرة طبيعية تأتي كردة فعل من قبل الشعوب التي بدأت تستنكر استحواذ أو السيطرة أو امتلاك السلطة لفترات طويلة، وهذا ما حدث في أغلب الدول. وأيضا يعني عندما تتجه الأمور في القارة الأفريقية في بعض دولها إلى أنه الفساد يستشري ويصبح ضاغطا على الطبقة الفقيرة سائدة وضاغطا على الطبقة المتوسطة وهي طبقة رقيقة يكاد ليس يعني لا يكون لها وجود في القارة الأفريقية، ترتفع أصوات التغيير، وبالتالي يجد العسكريين الفرصة من أجل الانقضاض على السلطة واستيلاء عليها. ولكن يظل السؤال الذي يطرح نفسه، هل هؤلاء الذين جاءوا بالانقلاب في الغابون يعني لديهم طموحات مثل الطموحات الموجودة الآن في الانقلاب الذي حصل في مالي مثلا أو في بوركينا فاسو مثلا، والذي يعني بديه تأثير على مستوى العلاقات الدولية خاصة بين الدول الكبيرة التي تحرك السياسة العالمية مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة. فبالتالي نحن الآن نرى أن انقلاب النيجر سوف يكون يعني من حيث الزخم
والحضور الإعلامي والسياسي سوف يكون يعني سريع في اختفاء أثره، وسوف يكون هناك تسارع في تسيير الأمور. هذا واحد. الشيء الآخر الذي نستطيع أن نقول فيه بعض الشيء حول انقلاب الغابون هو أن هذا البلد الآن الشعب موجود فيه ولديه يعني قنوط من المجموعة التي حكمت هذا البلد لمدة طويلة، تماما كالذي حدث في ليبيا مثلا 42 سنة لحكم القذافي، كانت كفيلة بأنه الجيل الذي ولد في زمن القذافي طلب يعني التغيير وتبديل الوجه والبحث عن فرص أكثر. فبالتالي الذي يحصل الآن في الغابون هو نفس الشيء. أضف إلى ذلك أن هناك اختلاف بسيط بين الغابون والدول الأخرى. الشعب في الغابون يعني يعيش في بحبوحة اقتصادية ومالية أفضل من الشعوب التي توجد في مالي وفي موركينا فاسو وفي النيجر. فبالتالي يعني كون هذا الانقلاب يؤثر على فرنسا مثلا يعني لا أنا لا أعتقد أن فرنسا تخاف من الغابونيين كما تخاف من النيجر، لأنه هناك يعني سخط على الحكم أكثر مما يكون هناك سخط على فرنسا. وضحت الفكرة الأستاذ إسماعيل محمد الطاهر. إذن الأستاذ أحمد علي السالم، ربما نتحدث الآن عن الموقف الأمريكي من هذا الانقلاب والذي وصفته واشنطن أو وصفه البعض معذرة بالمتطابق مع موقف النيجر. يعني هناك اليوم إدانة لعملية الانقلاب من طرف الإدارة الأمريكية، لكن هناك حالة من عدم تسخين الموقف. كيف يبدو لك ذلك وإلى أين سيتجه؟ هو نفس التعامل الذي تعاملت به أمريكا مع الانقلاب في النيجر ونفسه الذي تعاملت معه في الغابون. لا ننسى على أن الغابون تعتبر إحدى منظمات إحدى أعضاء دول الأوبك، وأنها تمتلك ثروات طبيعية كبيرة. نفس الموقف أيضا لا ننسى على أن فرنسا حذوت حذوة، خاصة خوفا كما يقول بعض المحللين من ارتماء الانقلابيين الجدد في أحضان روسيا. أيضا الجنرال نغويما أشار في أكثر من مرة حسب تصريحات متفرقة أنه لا يهدد مصالح الحلفاء الإقليميين ولا الدوليين، وأنه لا يريد التشبث بالسلطة. بالتالي الانقلاب في الغابون ليس هو مثله في النيجر. فأوروبا وصفت على أن الانقلاب الذي حدث في الغابون لا يمكن مقارنته أبدا بالانقلاب في النيجر، لأنه جاء تدخل العسكريين بعد فوز الرئيس المخلوع في انتخابات شابتها مخالفات كبيرة، إضافة إلى تشبثه بالسلطة وهو الرئيس المشلول والذي لم يعد قادرا على تسيير البلاد ولم يعد قويا كما كان. بالتالي لا أتوقع أبدا أن يحدث هنالك أي تدخل عسكري في الغابون أو التلويح به أو حتى التهديد به كما حدث في النيجر، بل أتوقع أن يحاول الغرب وتحاول أمريكا أن يجلس الجميع لطاولة الحوار وترغم العسكريين بطريقة أو بأخرى على قبول فترة انتقالية قد لا تزيد على سنتين للعودة إلى الحكم المدني. طيب، شكرا لك. إذن من نواكشوط الأستاذ علي أحمد سالم خبير في الشؤون الأمنية، وشكرا لك من إيطاليا الصحفي المختص في الشأن الإفريقي سلطان ألبان، والشكر موصول لك الأستاذ إسماعيل محمد الطاهر أكاديمي وباحث في الشأن الإفريقي، كنت معنا من أنجمينا على المشاركة معنا. إذن مشاهدينا بالعالم متواصل بعد فاصل قصير.